معايا القلعه. امشي طاق زران اسليغ نسبي 18 ابريل تزيد الحكومه يالحجر الصحي سك 20 ابريل ار 20 مايو 2020 باش نحمي خفاون النغي الوباء الضغ. السلطات المحليه اركن توسط قيمه الدروين النون ادور تفغم خصيش لكان الضرورة ايتما ديستما التزمات النظافة ارتقم لكمامات النون ايتفغم تمشي الداسة وصلت لمصالح الصحية هل مدة الاستعمال نسنت وردي زر 94 او ياتي اثنان اكستكسنت يمت يلميكات يرم تطلن زبلة تقن مزيان ادور تاوين تغفي برا هادا تشكلت يات الخطورة تخاترت احترمت المسافة يراتون طايتيك كلتايات القلعة يتغفوث يفوث أن حرب الوباء الضغط هاتي يدغ المصلحة النقصية لا ناس قلعة مكونة كيف ما شفتوا حالة الإصابات ارتفعوا في البلاد التزموا بالإجراءات اللازمة باش نحميو ريوسنا. الحكومة صدقت نهار السبت 18 أبريل على تمديد ديال الحجر الصحي من 20 أبريل حتى 20 مايو 2020 ما تخرجوش من الدار إلا الضرورة بقاو تغسلو يديكم بالماء والصابون وما تنساوش الكمامات راه حاجه ضروريه لبسوهم كيما وصتنا المصالح الصحيه وما تلوحوهاش في الشارع ديروها في ميكا ولوحوها في طول ديال الزبل باش تحمي راسك وغيرك وخليو مسافه الامان بيناتكم. ناس القلعه نديرو يد في اليد باش نحميو ريوسنا وبلادنا ونخرجو من هذه المحنه بسلام. أيتها المواطنات أيها المواطنين نظرا لما تحتمه الظرفية الملحة من ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير والإجراءات المعتمدة للتصدي لانتشار جائحة كورونا صادقت الحكومة يوم السبت 18 أبريل على مرسوم يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 22 أبريل إلى غاية 20 مايو المقبل في الساعة 6 مساء. ساكنة قلعة مكونة السلطات المحلية توصيكم بالالتزام المتواصل والمسؤول بإجراءات الحجر الصحي واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتكم وسلامة عائلاتكم فالمطلوب منكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الصحية والالتزام بالدرجة الأولى بالنظافة. نوصيكم مرة أخرى باحترام تعليمات المصالح الصحية أثناء ارتداء الكمامة واستعمالها مدة لا تقل عن 4 ساعات. سكان جماعة قلعة مكونة المرجو منكم رمي الكمامة بعد استعمالها في كيس بلاستيكي وإغلاقه بإحكام وتجنب رميها في الأزقة والشوارع كما يجب عليكم احترام مسافة الأمان بينكم. أعيد وأكرر البقاء في المنازل واجب وطني لنضع يدا في يد لحماية أنفسنا ووطننا ونكون في مستوى الحرص والتضامن الوطني.